ماما، مساء الخير يا ماما. مساء الخير يا حبيبتي. حد سأل عليا؟ تعرفي مين اللي جه؟ مين؟ أخوكي محمد. مش معقول، هو فين؟ محمد؟ محمد محمد محمد، الحمد لله الحمد لله على السلامة يا محمد. الله يسلمك. جيت إمتى؟ حالا. هتقعد معانا قد إيه؟ يا دوب أجازة ميدان وراجع على طول، 6 ساعات بس. بس؟ بس. أنا مش هعطلك، اخرج اتفسح وشوف الدنيا. أشوف يا سمارة؟ ما أنا اتفرجت خلاص. اقعدي يا شيخة، اقعدي اقعدي. دي القاهرة حلوة بشكل، خصوصا شارع الهرم وشارع قصر النيل. وأنا جاي في السكة شايف كابرات عليها سحام، وصناديق الويسكي داخلة، وصور رقصات متنورة بالنيون و... يا محمد دول أقلية. والأقلية دي مش لازم تفوق. يا سمرة أنا شفت شبان واقفين على النواصي لابسين بنطلونات محزقة ومربين سوالف ومعلقين سلاسل. ولا الستات بقى حصل لهم تطور، كل لما أجي أجازة ألاقي فستينهم بتكش لفوق 10 سنتي. مش عارف لو جيت الأجازة الجاية هلاقي إيه. ما تنساش إن كل الدول اللي بتحارب الحياة فيها لازم تستمر. تستمر بالشكل ده؟ لأ، ناس تقعد تهزر وتهرج وتربي سوالف وترقص، وناس تحارب وتموت، ده معنى استمرار الحياة؟ لا، بس انت ما تزعلش، برضو دول أقلية. المهم أنا هجيب وفد الفنانين ونيجي نزوركم في الجبهة. لازم الفنانين والأدباء، هاتي الناس كلها يجوا يشوفونا بنعمل إيه. يمكن لو جم يبتدي كل أب وكل أم يعرفوا يربوا ولادهم من جديد.